انت وبس. او الموقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. جديد بالعروسة دايما بنشتغل على حتة فيزاجيست، يعني ازاي انا اقدر اعمل كنترول، وهو نجاح اي كوافير بحتة العروسة ازاي يقدر يعمل كنترول ماتشنج بين الفستان والميك اب والشعر. الشعر هو اللي بس كبداية، انا بتوصلها كتير مسج لكتير عرايس، الشعر هو اهم شيء. الميك اب بيز كتير حلو انه يقدر يعطيكي شكل حلو، بس الشعر مجرد ما يكون مش متكامل مع المود اللي انت ماشي فيه، نوايه تبين الميك اب، حتى ممكن تبوظي ميك اب شكله بسبب الشعر. سو حته شو اللوكس دايما متطوره، احنا دلوقتي عم نلعب على اكتر شيء الناتورال، ازاي نقدر نلعب حاجات برينات او هافان ستايل، يعني الارجنتين ستايل شوي 18، هذا ستايل كتير الفتره دي عم ينطلب منه، الفوليوم ناتورال الهيوج بقلب الكيرلي كتير عم ينطلب، خلاص الصفصفه واللزق كتير بطل كتير مرغوب للناس. سو موده العرايس ما فيش شيء اسمه موده بالعرايس، بس كرمال نكون باك عليها. العرايس انت بتاخديها كايحاء، لان ما فيش عظم بتشبه التاني، انت بتحطي افكار ولمسات. انت ممكن كوافير بكره يعمل تسريحه تكون هي تسريحه السنه، وليست هي جاي تسريحه خاصه هو تسريحات السنه، لان هو عباره عن بروفيل وعظام انت بتنحتهم. سو دايما اساسي الكوافير لما بده يعمل عروسه بيكون عنده مرجعيه مين الميك اب، لازم ياخد عنه باك شويه فيدباك، يقدر ياخد خيارات وكومنتات، يشوف كيف ستيله بالميك اب، الميك اب سوري. سو عشان يقدر يشوف هو وين ماشي، يعني حد عم يعمل كونتورنج، حد عم يعمل ناتورال، بيل، باربي، في كتير ستايلز بالميك اب ما اكس عنه، انت بتساعد بالموضوع. سو انت كتير لازم يكون في باك اب، بس هو كموضه مش كتير قويه حتى موضه، هو اكتر ما هو فيزاجيست اكتر. كلمه شنيو كلمه كبيره، اكسكيوزو مو لكل كوافير. للاسف يعني انا كتير اتضح لي الموضوع هون انه نوت بيز سوري عم بحكي كلام شوي هذا، بس لازم نحكي شوي هيك. شينيون كتير عالم كبير، اكبر من عالم الشعر، يعني اللي بتخش عالم الشينيون عالم اكبر من وصف، يعني ازاي انت تلم من الهواء تعمل من وراه شكل، مش يعني انا لم لزق شعر وحط هذا هو هذا شينيون، لا الشينيون ممكن يكون على ناتورال اكتر، فوليوم ناتورال اون دي دون، تقدر تعمليه بستيل مش تلزق. سو دايما بقول يا جماعه بليز راجعوا حته شنيو، يعني شو يعني فاشن ستايل، شو يعني برينات ستايل، شو يعني اليجان ستايل، شو يعني سندريلا ستايل، شو يعني باربيون، شو كثير عالم فيسات كثير، بس كشنيو بالذات منه هو موده، هو فكره، يعني كلمه شنيو انت اندماج الشعر بشكل معين، مش يعني لازم نصفصف الشعر يعني شنيو، يعني احنا ممكن يكون كتير ناتورال، فوليوم ناتورال نقدر نعمل فيه بانانا، انت عملت شنيو بانانا، بس انت قد ايه فيك تزوقها بطريقتك بالتاتش تبعك. التاتش تبعك ليه كتير دور سلبي وايجابي. انت ممكن تعمل شنيو كوبي بيست على الناس بس منه شنيو لازق. سو فكره الشنيو مش يعني رص شعر على بعض، هو اندماج الشعر، ممكن يكون على فوليوم كتير، ممكن يكون على فوليوم قليل، ممكن يكون ليس. سو بس ازاي انت تركبه فينيش تاتش مع الشعر والوش يكون معك ماتشنج. انت وبس. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انت وبس.com.